مهرجان أقامته الجامعة العراقية للإعلام بمشاركة العشرات من طلاب الكليات. هذا المهرجان يعتبر الأول من نوعه في العراق، وذلك لكونه يتضمن عرضا لأفلام تم تصويرها عن طريق الهاتف المحمول. تفتخر كليتنا اليوم بإقامة أول مهرجان من نوعه لأفلام الموبايل، الذي يعد إضافة نوعية لمجموعة الإنجازات اللي أقامتها كليتنا خلال السنتين الماضيتين. المهرجان تضمن أفلام أنتجت من قبل الطلبة 100% من ناحية المونتاج، من ناحية التصوير، من ناحية الإخراج وحتى التمثيل. هذه الأفلام تعتبر تطبيق عملي لما تعلموه في الدرس. نحن خطونا الخطوة الأولى بعمل هكذا مهرجان واحتضان أحلام وأفكار الشباب. نأمل بأن تكون هناك أفكار وخطوات لاحقة لمثل هكذا مهرجانات. نحن خطونا الخطوة الأولى، ونأمل ونطمع ونريد من المؤسسات الإعلامية والأكاديمية الأخرى أن تكمل المسيرة. ثلاثة أفلام لاقت استحسان اللجنة الحاضرة والتي فازت بالنهاية في هذا المهرجان، تنوعت وتناولت طرح مواضيع ومشاكل تحاكي الواقع الإنساني والاجتماعي وحتى الخدمي في العراق. مهرجان يكون الأول من نوعه بالعراق، قدرنا نشارك بفيلم تصوير موبايل كامل واسمه العطاء، والحمد لله حصلنا جائزة المركز الثالث. استخدمنا موبايلاتنا الخاصة استخدام أفلام القصيرة لا تتجاوز المدة بين 3 أو إلى 10 أو 15 دقيقة حسب فكرة الفيلم. احنا طبعا طرقنا إلى فيلم يخص المجتمع، هي قارئة الوهم. يعني فكرته كانت حلوة وتقبلوها الأساتذة. طبعا سينما الموبايل تسمية أطلقت على هذا النوع من الأعمال، والتي تهدف إلى تطوير وتعزيز المواهب الشابة المحلية في فنون السينما، بالإضافة إلى التركيز على خلق وصنع وتبادل الأفكار بين طلاب جامعات الإعلام.